بذكر بقى الاستخدامات التكنولوجية والتطور الطبي اللي حاصل في الصروح المصرية، احنا ما عندناش شك في انه احنا قد ما بنفرح قد ما عندنا غيرة حقيقية انه يفضل ده موجود وانه نحافظ على هذا المستوى. مش فكرة ادخال الرابط، لكن مستوى الطبيب المصري، سمعة الطبيب المصري العالمية، دي حاجة نتمنى طول الوقت اننا نفضل في الرياده فيها ونحافظ عليها. دكتور منال المصري، عميد كليه طب القصر العيني، اعتقد هي ممكن كمان تقول لنا وتساعدنا بتفاصيل اكتر عن هذا التحدي الجديد او هذا الامل الجديد في تحسين جوده الجراحات، وازاي كمان يعني اتمنى يا دكتور كمان تجاوبيني على الحفاظ على جوده الخدمه الطبيه ومستوى الاطباء المحترم اللي احنا بنفتخر بيه. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. أخيرا على حضراتكم، أولا أنا بهني الشعب المصري وجامعة القاهرة وبشكر جهود الدكتور محمد الخشت المتقوبة، لأن التطور المستمر للمنظومة الطبية في مستشفيات جامعة القاهرة، وبهني مستشفيات جامعة القاهرة للبدء في أحدث التقنيات الحديثة في الجراحات الروبوت الجراحي. حضرتك بتقولي مستوى الطبيب المصري، أنا بحب أطمن حضراتكم على مستوى الطبيب المصري في التدريب والتعليم المستمر. طب هذه أعزز التقنيات الموجودة الحديثة دي، تم تدريب أعضاء التدريس، التدريب لا يقف عند سن معين، التدريب مستمر من أول الطبيب ما بيدخل كلية الطب حتى تنتهي به الحياة، التدريب مستمر، والتقنيات الحديثة في تزايد مستمر وتواصل مستمر وتسارع مستمر. تحرص المؤسسة الطبية في جامعة القاهرة من خلال جامعة القاهرة إدخال أحدث النظم الحديثة للتدريب، سواء كان الروبوت الحديث، قبلها كان المنظار الجراحي، قبلها كانت غرف المشاهدة، كل دي كانت مراحل من خلالها الطبيب يتدرب. عشان كده انا بطمن، وده تخصص بعينه طبعا، ده تخصص الجراحه، لكن في كل التخصصات ده بيحصل بالتاكيد. بالتاكيد عندنا معامل محاكاه، سيموليشن لاب، في مختلف التخصصات على احدث المستوى، معامل مهارات طبيه للطلبه، مجمع مهارات طبيه حديثه يقدر الطالب يتعلم عليها قبل ما يمارس المهنه الطبيه على المرضى. أنا بشكر حضرتك وببارك لحضرتك على خطوة جديدة. أنا مدركة تماما مدى السرعة في التطور في الطب، وإنه تلحق بهذا الركب وإنك تكون جزء منه، جزء مؤثر وفعل، دي مش حاجة، مش مسؤولية سهلة. فبنثمن دور حضراتكم. دكتورة منال المصري، عميد كلية طب القصر العيني، بشكرك شكرا جزيلا. لما بنتكلم عن الطب ونفرح بأي منجز بيحصل في واحدة من المستشفيات العريقة في مصر، لازم نفضل نفكر نفسنا كده إنه في محاولتنا لدعم تقديم خدمة طبية جيدة، كل واحد فينا طبعا نفسه ياخد خدمة طبية جيدة جدا وبأفضل مستوى وبأقل تكاليف، لازم نعرف كمان إنه احترامنا للطبيب المصري هو جزء من الحفاظ على هذه المنظومة، وأنه احترامنا لقيمة الطبيب المصري جزء من الحفاظ، وأنه أي محاولة لشخص ما، يعني بدون بقى يعني وضع تسميات، لأنه يقلل أو يدخل لدكتور في مستشفى حكومي أو جامعي واعتدي عليه، والحوادث الفردية اللي بنشوفها كتير دي هي يمكن تكون أحد العوامل اللي بتخلي الدكاترة يمكن يتعبوا، يمكن نخسر أفضل ما فينا وأفضل مهارات. عشان كده بصراحة لما بنسمع عن تدريب وتمكين ومستشفيات الجامعية قد إيه محافظة على مستواها الطبي والأكاديمي، بنبقى نفسنا نعتذر لكل الأطباء عن كتير من الممارسات اللي فيها عدم تقدير ليهم، لكن لازم يفضل في مساحة كده من التقدير على طول الخط والاحترام للطب في مصر.